السلام عليكم، معكم رشيد بايكر. فيديو جديد اليوم، جبنا لكم اخر اصدار ديال سكوتر اوستن فوكس 2024. هذا الموتور اللي تقدر تسوقو بلا بيرمي، موتور 4 طن، فيه ماكينه 49 سنتيمتر كوب اللي ما كتكونسوميش بتاتا. تيخرج بلي كاشمان كبار وعراض من اللون الكحلمات، كيحمي وليدين من البرد وفي حاله الشوك. فيها كونتور ديجيتال، فيه بلاصه السرعه، الرونفلاج، نيفو ليسانس، اليتريب. فيها روايد غلاد وصغار من نوع تيبليس. بالنسبه للجوانت، من الالومنيوم مصبوغين باللويل الجولد، مخدومين ومدلين على كاع السكوترات. خرج بدوبل امونتيسور في اللور، فيه فران ديسك في القدام وفران طومبور في اللور. فيها مرايات تيبينو مزيان اللي جاي وراك. فيها اكليراج فول ليد مجهدين وكيبينو بليل مزيان. دا كوفر كبير يقد يهز لك الكاسك. وعندها كذلك توب كيس كبيره اللي تقدر تحط فيها الامتعه ديالك، وفيها التكايه بالنسبه للباساجي اللي راك معاك. فيها العلاقه زائد بوتاغون اللي تقدر تحط فيها الوراق ديالك او لا شي حاجه اخرى. فيه بلاص بريز يو اس بي باش تشارجي التليفون ديالك. بالنسبه للسرعه، فتقدر توصل ما بين 70 حتى 75 كيلومتر في الساعه، وغير ماكينه 49 سنتيمتر كيو. اللهم بارك. هذا الموديل تيخرج باربعة لوينات، لوين الابيض ولوين بيستاش ولوين كحلمات، في لوين جريناردو اللي حنايا كنتيستيوه دابا. حاجه زوينه في هذه الشركه ديال اوستن اللي كتقدر الموتور، كيعطيوك لا غارونتي اون بليس دو سا. عندهم سيرفيس ابري فونت بروفيسيونيل، عندهم لي بيس روشونج بليس لي اكسسوار. بالنسبه للثمن غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، صراحه الثمن جد مناسب ويستاهل. مهم نخليكم على فيديو باش نكتشفوا اكثر على هذا الموتور. واش الله فامي، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله عندنا تيست رايد ديال سكوتر من شركه اوستن، موديل 2024. الشكل الخارجي ديالها ميني سكوتر، اللهم بارك، مجموع ومحكوم في دو بلاص، ماكينه سايكونت، يعني بلاكا صغيره ماشي بيرمي. اول حاجه كنشوف واحد البارابور في القدام اللي داير هذا الستيل هذا اونيك في اللون الكحل. وهنايا لي كاشمان على وديت البرد. انا دابا داير لي غون على ود الناس اللي ما تلبسوش ليكون، هادو راه تيكليو لك على البرد. تيعطيو لك معاه هاد توب كيس غراتويتمون، ما كتاخذها ما كتشريها ما والو. فاش كتاخذ الموتور جايه معاه هاد توب كيس، ها هي كما كتشوفوا كتحل من هنايا، ومعها جوج سويرتات كدير هكا وكطلع. ها هي توب كيس، كتهز تقريبا اللي بغيتي. انا داير فيها لي اكسسوار ديالي، تحط فيها كاسك اخر ولا اي حاجه، وكتسد هنايا. انت شوف فوالا، تيخرج معاه جوج سويرتات ديال توب كيس وجوج سويرتات ديال الموتور على هذا الشكل هذا. الكوسان اللهم بارك مخدوم ديال دو بلاص، اللي راك بالقدام ولا راك باللور. مي فاش كتبغي تحل الكوسان كدور الكونتاك كيطلع راسو. هنايا فيه رمالة كبيرة تبارك الله، عريضة تقدر تحط فيها أي حاجة. بالنسبة للباتري راه كاين في القدام، هنايا فين كتحط رجليك، هنا كيكون الباتري ديال الموتور. هنايا الريزرفوار كيهز لينا تقريبا 3.5 لتر. لي زوبسيون لي هما زوينين هنايا، الا بغيتي تحط شي حاجه هنا كتحيد البارتي هادي اون بلاستيك وتحط فيه شي كاس ولا اللي بغيتي. هنايا كاين بلاصه بريز يو اس بي الا بغيتي تشارجي التليفون ديالك، بواتاغون فين تحط شي حاجه اللي خديتيها شي تخيره ولا شي حاجه. اون بليس دو سا دايرين لك هاد اللعيبه هادي اللي تقدر تحط فيها شي ساك ولا شي ساكادو ولا شي ميكا خديتيها ولا شي تخيره، كتحطها هنا كتشد لك لعبة بين رجليك. البيكي ديال الجنب ما فيهش كوب كورون، يعني تقدر دير امارش والبيكي هابط لتحت، بيكي سنترال. وهنا كاين المانيفير، فوالا المانيفير انك باش دير امارش للموتور. دابا نشدو بها الطريق. الصراحه موتور خفيف بزاف من ناحيه الثقل، ما ثقيلش، تقدر انك تدفعو الموتور. كتحس به سيلونز، ما فيهش صداع بزاف، غير هو الركبه اللي فيه مريحه بالنسبه للناس اللي قصار بزاف، الناس اللي طوال يقدروا يسوقوا هذا السكوتر، يجيهم لا من ناحيه البنات او الدراري بحال ديال القدام كاين في اليمين وديال اللور كاين في اليسر. خلاص لي بوطون اللي فيه بحال او بحال الموتور الاخرين، فيها ضو طريق ضو الفار. هنايا هنا ديمارو فاش كديماري الموتور، هنايا ابيل دو فار، هنا سينيال اغوش ادغوات، هنا الكلاكسون. ما دايرينش ليه اللعيبه ديال كاتر سينيال، مي صراحه ما يحتاج. صراحه هذا الموتور هذا مخدوم وخفيف، انتم شفتوا ما كتحس به انه ثقيل في الطريق او لا في الديبار. ديبار فيها ناضي، لا في الطلاعي بحال الطلاعي دابا الهباطه. المهم اللي جا بسم الله
حتى من دو بلاص سافون. المهم الركبه ديالي بعدا راه مزيانه، كنحط رجلي هنا لتحت، تقدر تحط رجليك بحال هذا الشكل هذا الا بغيتي. الباساج اللي راك معك حتى هو عنده جلسه ديالو صغيره فينيا، تيجلس مرتاح تيجلس وراك، وعنده فين يحط رجليه هنايا كاين دي غوبوز بي، غوبوز بي ديال اللور كاين هنا وكاين هنا. ها هي شتو، ها هما خرجتهم بجوج. لا بغيت تركب معك شي واحد من اللور، مين ما كاين الله ما بارك، غير سايكون تيقدر يشد ليك ما بين 70 كيلومتر في الساعه، راه مخيره كاع. الموتور فوسط المدينه مزيان، الكونسوماسيون اللي تيكونسومي الموتور 2%، يعني الموتور ما تياكل جراوند ليسونس، اقتصادي بزاف. تقدر تمشي من هنايا من اكادير حتى لترودنت غير ب 20 درهم، يعني كما قلت لكم انا الموتور ما تياكلش ليسونس بزاف. واللي زادني عجبني اكثر على هذا الموتور هو انه موتور خفيف بزاف ما تقيلش، وثاني حاجه عندهم لي بياس دو روشونج في الشركه، يعني اي حاجه خاصها تكره تلقى عندهم، ما تيجيبو الماطر حتى كيكون عندهم ستوك ديال لي بياس دو روشونج كاملين. بالنسبه للكولور اللي فيه، في اربعه ديال لي كولور هما غادي نافيشي لكم في ليكرون، دونك كتختار الكولور اللي انت باغي وكيمونطيو لك وتيصيفطو لك فين ما كنتي في المغرب. بصراحه مخير وسط المدينه تمشي به الدار الخدمه تسخيره بحال هكا، راه كتلوح لي 20 درهم راه ما تضرب بها 20 درهم، غاديك جوج سيمانات وكثر. هادشي الماء الا كنتي كتخرج الموتور ديما. وبالنسبه للروايد اللي فيه غلاض، هما في العبار ديالهم ما كبرش بزاف، مي غلاض الروايد اللي فيها تيبلس ماشي العاديين. مي الصراحه الموتور محكوم، محكوم بزاف في الطريق. احنا دابا غادي نشوفوا شحال غيلصق لينا، هو غير سايكون. اللهم بارك، موتور غير سايكون الدراري لصق ليا 75 كيلومتر في الساعه بدون تعديلات بلا اي حاجه. المهم بالنسبه للدراري اللي عجبو الموتور وبغى يتقداه، ما عليه غير توصل معايا في لاباج فيسبوك رشيد بايكر او لا في انستغرام، وغادي نوريكم فين تمشيو بالضبط. حيت كاين بزاف ديال المحلات، كاين واحد في اكادير وكاين واحد اخر ابار اكادير كاين في ترودانت. والناس اللي ما ساكنينش في اكادير ما عليكم الا توصلوا معايا نوريكم فين تمشيو بالضبط باش تقداو الموتور.